المكاتب الاقتصادية المتوفرة في محافظة نينوى للجهات الماسكة الأرض من هي؟ كما تعلمون، قسم قد تكون الجهات الحكومية للأخوة، قد تكون المكونات الموجودة يعني تابعين للقوة العسكرية تابع لها حسب معلوماتي، يعني هذا ما وصلنا إليها. أما اليوم التحقيق لم يتطرق إلى المكاتب الاقتصادية، نتمنى اليوم النتائج اللي أعلنها وزارة الداخلية، ومشكور من وزارة الداخلية اللي أوعد العراقيين بإعلان النتائج 72 ساعة، وأعلنت النتائج واتهمت الحكومة المحلية. تمنينا أن تمتد هذه التحقيقات إلى كل من كان سبب في هذه الفاجعة. ثم طرقت الزميل إلى نقطة مهمة. أنا هنا أريد أتوقف معك سيد محمد خليل عن قصة المكاتب الاقتصادية والتواجد المسلح لأن جهات أنت أسميتها بالحكومية، ما أثر هذه التواجد وهذه المحميات واللجان الاقتصادية على الحمدانية تحديدا؟ أطلعني على التفاصيل حتى من خلالك أنت تطالب بإضافتهم إلى قائمة التحقيق، وين أثرهم السلبي على المدينة حتى نتيقن؟ لكل الجهات اللي موجودة في على الأرض يوم الحادث يجب أن يتحقق معه. كما أثير زميلي على نقطة مهمة، كل ما نتعرض إلى كوارث وفاجعة عندما نصطدم نشاهد بأن مؤسساتنا الصحية متلكئة، قلة الأدوية، قلة المستلزمات، قلة الكوادر، قلة الأجهزة، قلة المستشفيات، هذه الأموال وهذه المبالغ المالية أين ذهبت؟ لماذا اليوم عندما تحدث حادثة لا تكون هنالك طاقة استيعابية لاستقبال الجرحى؟ مشكور حكومة أقليم كردستان فتحت أبوابها للجرحى وللمسابي ولذوي الضحايا. اليوم كل الحكومة الموجودين في الحمدانية في ناحية الحمدانية بموجب القانون وبموجب اللجان التحقيقية متهمين، يجب أن يشمل التحقيق معهم، والمتهم البريء إلا ما تثبت إدانته، هذا بند دستوري. أما أجي أتهم أحد جزافا لا أستطيع أن أتهم أحد إلا ما تكون هنالك وعلل اللجنة التحقيق أن يكون منصفا وعادلا. ولذلك بهذا الاتجاه أنا أسألك، أنت طالبت اللجان الاقتصادية بالحمدانية أن تدخل بالتحقيق، بناء على ماذا طالبت لهذا؟ بناء على الكل الموجودين يجب أن يشمل التحقيق لنا حتى نصل إلى من هو البريء ومن هو المتهم. قد تتهم جهة على حساب جهة، يجب أن لا يجير هذه التحقيقات باستهدافات سياسية، يجب أن لا يجيرها على دعاية انتخابية. الدماء الناس، نحن يجب أن نحافظ على حقوق الناس ونعتبر هذول الشهداء والضحايا شهداء.